أما صاحب المركز الأول فهو معاذ محمود عامر بن حامد من ليبيا. تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي، قرآن ربي غايتي وفيه سر سعادتي. تحلو حياتي دائما بقراءتي وتلاوتي. حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر. المركز الأول أحمد ناجي الرحال سعد من دولة ليبيا. لاحت ففاح عبيرها تشدو بزهو راجزة، أنا حرة.